مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعيم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن 3 آيتم قادمين مجانا للعبة فورتنايت مع تحديات رح أشرحها بهذا الفيديو، وعن لعبة فارمينج سيميليتوري نازلة مجانية حق 24 دولار، نازلة فري، وعن صور مسربة للسيزون الثاني كيف رح يكون تدمير المباني. فخليك مع الفيديو وشكرا لك على المتابعة، ويلا مشاهدة ممتعة. قبل ما بلش اي شيء بحب اتشكر كل شخص اشترك بالقناة اخر فترة ودعمني، الله يسعدكم كلياتكم على الدعم، كان حلو حفزني اني كمل. وانا بعتذر اني 3 ايام غبت عن القناة لانه كان عندي عطل بالنت من شركة وي، تشكر شركة وي اول شيء، وساويت النت الحمد لله واشتغل عندي وزبطته. ونبلش اول شيء لنبلش معنا اللي هي التحديات اللي نازلة مجانية. في ناس كتير قالت انه هدول السكنين اللي ظاهرين امامكم على الشاشة رح يكونوا مجانيات للعبة فورتنايت، هدول لا، رح ينزلوا بمصاري مثل حزمة، ورح ينزل معهم تحديات. تحديات بتخلصهم وبتاخد منهم اشياء اللي هي مخصصين للسكنين هدول اللي انت رح تشتريهم بفلوس، هدول مو ببلاش. رح ينزلهم تحديات مثل مظاهرين امامكم، تخلص التحديات وانت بتكسب اللي هي الستايلين التانيين تبع كل سكن، وبتكسب ستايلان تبع الاكس. كل اكس كل واحد له ستايل، في 3 ستايلات. وخلينا هلا نحكي عن التحديات المجانيه للناس اللي مثلي ما رح تشتري طبعا السكين، او رح تشتري الله يسهل لك رح تشتري. فالمهم التحديات المجانيه اللي هي مثل مظاهره امامكم بالشاشه، اول 2 بدك تخلص كل المهمات لحتى تاخذ الباك اللي هي الظهريه اللي هو البورد، هاد واحد اسود واحد مرسوم عليه اللوجو تبع هذا السكين اللي هي الجمجمة، وفي كمان واحد اللي هو السبري. السبري هذا كيف تحصله؟ السبري هذا كل اللي عليك انك انت تلعب مود سيرش ديستروي. هذا المود سيرش ديستروي رح ينزل بهاليوم هذا ان شاء الله او بعد 24 ساعة. كل اللي عليك انك انت تدخل هذا المود مثل المود اللي نزل قبل اذا بتتذكروه اللي هو الزون وورز، انا ربحت منه هاد لو انتو فاكرينه، ربحت منه هذا السبراي. زون وورز نزلوا بالمود، بنزلوا بهاي المنطقة هون، هن عبارة عن 3 مود كانوا بتلعب فيهم سولو وسكواد مع اصدقائك. فهلأ نزلوا نفس الموضوع بس مود اسمه سيرش ديستروي. هذا المود كل اللي عليك انك انت تفوت عليه 5 مرات وبتربح هذا السبراي اللي ظاهر امامكم بالشاشة. وقلكم التحديات اللي بعدها، التحديات اللي بعدها لحتى تكسب منهم البورد اللي هو بنحط على الظهر اللي هي مثل الشنطة يعني بالعامية، واحد اسود واحد عليه اللوجو تبع السكين. المهم اول تحدي من التحديات هو كل تحدي ستيج 1 وستيج 2. الستيج 1 تبع كل تحدي اللي هو اول تحدي معنا اللي هو بدك تفعل التايمر وتطفي التايمر، يا تطفي التايمر يا تشغل التايمر 3 مرات لحتى تكسب من وراه 15000 اكس بي كمان. يعني مو بس انك تكسب انت هدول الاشياء، لا تكسب منهم اكس بي اللي هي النقاط، ترفع لك الليفل وترفع لك مستوى الليفل تبعك بهذا الوقت حاليا بهذا السيزون. اول تحدي مثل ما قلت لكم بالستيج 1 اللي هو انك انت بدك تفعل التايمر وتطفي التايمر 3 مرات وبتكسب اول ستيج. الستيج اللي بعده بدك تطفي التايمر وتشغل التايمر 25 مرة. هذا التايمر لسه مو معروف لانه المود لسه ما نزل، ولا حدا بيعرف شو هو هذا المود اللي رح ينزل. المهمة الثانية اللي بعدها الستيج 1 تبع انك انت بدك تعمل ابعاد او تعمل قتل او ذبح يعني 5 اشخاص بهذا المود لحتى تاخد 15000 اكس بي. واللي الستيج 2 تبع هذا التحدي بدك تعيد نفس المهمة انك تقتل او تستبعد ناس بهذا المود 75 شخص لحتى تكسب من وراء 50000 اكس بي. فالموضوع حلو بالنسبة لاكس بي ورفع مستوى، وبتاخد ايتم فري يعني كمان شغلتين حلوين مع بعض. والمهمة اللي بعدها اللي هي انك انت بدك تستخرج من مكنة الشراء اللي هي ظاهرة امامكم بالشاشة. هاي مكنة الشراء شالت بالشابتر 2، كانت بالشابتر 1 بكل الخريطة. كل عليك انك انت بدك تستخرج ايتم منها هو 5 مرات. الستيج 2 تبع هذا التحدي نفسه بس انت بدك تستخرج ايتم 100 مرة. فهي الارقام يا هي كبيرة يا اما انا يعني ملاقيها كبيرة، فما بعرف. انك انت بدك تستخرج 100 مرة سلاح من هذا من هاي مكنة الشراء لحتى تكسب 15000 اكس بي و50000 اكس بي.
فهي الموضوع انه الستيج 1 تبع كل تحدي بيعطيك 15000 اكس بي، والستيج 2 بيعطيك 50000 اكس بي. والمهمة اللي بعدها اللي هي بدك تاخد ليرات ذهب او شغلة هيك ذهبية بتكون بهذا المود، مثل الليرات الذهبية اللي كانوا قبل بالمود القديم تبع الكرياتيف، وقت كنا نخلصهم وناخد من وراهم جوائز. نفس الموضوع انك انت بدك تفوت على هذا المود اللي هو السيرش ديستروي وتاخد ذهب او ليرات الذهب هدول لحتى تعطيك بوينت او نقاط 2500 نقطة تخلص الستيج 1. الستيج 2 تبعها اللي هي انك بدك تعيد نفس المهمة وتاخد كمان ليرات ذهب، بس بدك تجمع نقاط من ورا هدول الذهب 25000 اكس بي لحتى يعطوك الستيج تاني وتخلصها. والمهمة الاخيرة معنا اللي هي بدك تاخد ايتم من مكنة الشراء اللي ظاهرة امامكم بالشاشة، اخضر او ازرق، مرة واحدة بتاخده. فهيك انت بتكون خلصت الستيج 1 تبع اخر تحدي. الستيج 2 تبع هذا التحدي الاخير انك انت بدك تستخرج ايتم من هاي مكنة الشراء او تستخرج غرض اي شي كان، بس يكون ليجندري، يحصل يكون ذهبي تخلص الستيج 2. هدول المهمات حلوين، اولا بيعطوك اللي هي الشنطة والسبراي، وتاني شي بيعطوك نقاط كتير عالية، يعني كل مهمة بالستيج 1 بالستيج 2 تبعها بتعطيك 65000 اكس بي. فهيك انت بترفع الاكس بي تبعك، وحلو هذا الموضوع انك انت بتلفل بسرعة وبتكسب اشياء مجانية. مثل مزار امامكم هدول الاثنين الاشياء المجانيات او ثلاث اشياء مجانيات اللي هتاخدوهم من هدول التحديات. ننتقل للموضوع التالي. الموضوع التاني اللي هي هدول الصور تسربوا حاليا بهذا الوقت، يعني اللي عم صور فيه الفيديو، انه كيف رح تكون اللعبة. اللعبة مثل ما شايفين شلون الطيارة فاتت بالبيلد او البناء تبعك، يعني صارت كتير واقعية وصارت كتير صعبة، يعني بالنسبة للناس اللي هي مثل ما حكيت انا بفيديو قديم اللي هي عندها FPS قليل. فهل هذا الشيء رح يأثر على FPS ولا لا؟ مثل ما شايفين طريقة التصميم، تصميم الاخضر هذا اللي باين عنكم او الازرق الفاتح، مثل ما باين عنكم يعني شلون عم يتصمم شلون عم يصير وشلون فاتت الطيارة بهذا البناء ومكسرته. فلح تصير كل ما تكسر بناء او تفوت ببناء لح يتكسر بهاي الطريقة ويتبعثر او ينتشر بكل مكان الحجارة والردم تبع البناء تبع الاعداء او بناءك او اي بناء كان. واخر شيء معنا اللي هي لعبة فارمينج سيميليتر. هاي اللعبة محاكي فلاح، كل اللي عليك انك انت تكون فيها فلاح وتزرع وتحصد وتشتري مكانات وتوسع وتبيع وتعمل مثل شغل خاص فيك وتوسع مزرعتك. وانا شفت عليها كتير مراجعات على اليوتيوب. هاي اللعبة هلا حاليا هي فري على ايبك جيمز اللي هو الستور تبع المتجر تبعه، من يوم 1/2 لغاية 6/2 هي حقها 24 دولار او 25 دولار، ماني متأكد قديش بالضبط. هاي اللعبة كل اللي عليك انك انت هلا تفوت على ايبك جيمز من تاريخ الفيديو اللي انت شفته لغاية 6/2 الساعة 6 بالليل، انك انت تفوت على ايبك ستور تحط لها شراء، الشراء اللي حيكون فري 0 دولار. كل عليك انك انت تضيفها على مكتبتك وتبقى عندك مدى الحياة. هي لعبة حلوة وممتعة، انا اول مرة يعني بشوف هيك لعبة مثلا من ناحيتي، انا ما لعبت ولا مرة اي لعبة سيميليتر اللي هي محاكي. في كتير العاب محاكي مثل محاكي الحرامي ومحاكي الشحاد ومحاكي كتير اشياء كتير. فهي اللعبة اذا حابيني انا بكرة نزل عنا، انا بكرة رح اجيب كاميرا لوجيتك اللي هي 1080 بت، ان شاء الله لو حابيني اطلع فيها فيس كام وصور اللعبة وشلون تلعب رح نزلها وصورها. بس اكتبوا لي بكومنت اذا انتو حابين هذا الشيء، حابين هيك شيء نزلوا عندي على قناة. فياريت تشوفوا اذا انتو حابين هذا الموضوع تقولوا لي واكتبوا لي شيء اي كومنت كان بدكم اياه. شكرا لكم على كل شخص كتب كومنت ودعمني بهاي الفترة الماضية اللي هو حفزني انه انا اشتغل اكتر على القناة واشتغل اكتر واكتر، لانه الحمد لله المحتوى عم يعجبكم. واذا انت اول مرة تشاهد الفيديو عندي على القناة ياريت تشترك تفعل زر الجرس، لانه هذا بيعني لي كتير. كل شخص اشترك عندي على القناة بحب اتشكره وقول له الله يسعدك على الدعم، وياريت تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة واستفدتوا بالمعلومات. وشكرا لكم على المشاهدة وبرعاية الله.